هنا كوبايتين من الدقيق، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، رشة من الملح. هخلط كل المكونات دي واسيبها على جنب. دلوقتي معايا نص كوباية من السكر، اللي حابب يزود شوية لحد كوباية ممكن، انا ما بحبش السكر كتير وانتوا عارفين، وكمان لسه هيبقى فيها حشوة فمش عايزاها تبقى مسكرة قوي. معايا هنا حبيتين من البيض، معلقة صغيرة من الفانيليا. هخلط بالمضرب اليدوي، ممكن لو حابين بالمضرب الكهربائي مفيش مشكلة خالص. دلوقتي بعد ما لون البيض بقى فاتح معايا، هحط نص كوباية من الزيت النباتي. وانا بقلب الزيت كده هحط نص كوباية من الحليب الدافي، وهسيب النص التاني لو احتجته هستعمله، ما احتجتوش خلاص. دلوقتي بقى هنزل بالمواد الجافة بالشكل ده كده، اللي هما كوبايتين من الدقيق ومعلقة البيكنج باودر ورشة الملح. كده القوام تقيل معايا، هنزل بالنص الباقي من كوباية الحليب، هقلب علشان المكونات كلها تمتزج مع بعض. دلوقتي الخليط بقى جاهز معايا بالقوام اللي احنا شايفينه ده كده. دلوقتي عندي صينية بايركس مدهونة زيت، طبعا اي حاجة ما موجودة عندنا، بس انا حابة الطبقات تبان من النص. هحط نص الخليط بتاعي او تلتين بالكتير قوي بالشكل ده كده، وهدخل الصينية بتاعت الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط. طبعا مش هتاخد وقت معايا في السوى لان الطبقة رفيعة، اول ما تستوي طبعا الوش مش هيلون، هطلعها على طول. ودلوقتي علشان احضر الحشوة معايا كوبايتين من المية، سوري معلقتين من المية السخنة، هحط عليهم 5 معالق من اي نوع مربى عندنا، او ممكن اي حشوة احنا حبيناها، ممكن نحط اي حشوة تانية، ممكن نوتيلا لو حابين، ممكن زبدة لوتس، ممكن نوتيلا بيضة، يعني الحشوة دي زي ما احنا حابينها. ممكن نعمل كاستر برضو، ممكن جدا. انا النهاردة حابة احشي بالمربى. دلوقتي انا كده حطيت المربى بالشوكة، بقى هدمجها مع المية لحد ما يبقى قوامها كريمي وناعم. دلوقتي المربى بتاعتي بقت بالقوام الكريمي اللي احنا شايفينه ده كده، القوام ده حلو جدا، طبعا مش هنخففها اكتر من كده. دلوقتي بعد ما عدى ربع ساعة تقريبا على الكيك، طلعتها هحط المربى بتاعتي، هحاول ما احطش على الجناب بالشكل ده كده. هوزع المربى على كل صينية، لو حطيت على الجناب هتتحرق معايا فانا مش عايزاها تتحرق. دلوقتي بقى هنزل بباقي خليط الكيك، هوزعه كده بالتساوي على كل الصينية بتاعتي. دلوقتي هرجع الصينية بتاعتي في الفرن على درجة الحرارة نفسها هي هي وعلى نفس الرف لحد ما تكمل سواها. الكيك بتاعتنا بعد ما طلعت معانا وكمان بردت، هنزينها بشكل بسيط جدا، نرش على الوش شوية من السكر البودرة. انا عندي الشكل ده، هو مش مهم خالص، بس هيدي مجرد شكل بسيط. طبعا لو مش حابين نرش السكر البودرة مفيش اي مشكلة، انا بس عشان مش مكترة السكر كمان في الوصفة من جوه، فعادي ممكن احط شوية من السكر. ودلوقتي شكل بسيط جدا، ولكن بيدي شكل حلو للولاد، بيحبوا جدا الحاجات دي. دلوقتي بقى نفتح الكيك بتاعتنا نشوفها من جوه عاملة ازاي. عملنا كيكة سهلة وبسيطة ومحشية من جوه من غير ما نفتح الطبقات ولا نقعد ولا نعمل، لأ سهلة جدا. شايفين بقى مربى حلوة جدا، والكيك نفسه هش جدا جدا جدا، وطعمه حلو قوي. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، اللي يعجبه الفيديو يا ريت تسيب لي رأيه في كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.